وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل من مدينة العالمين الجديدة. محمود، اطلعنا على الأجواء لديك من مدينة العالمين الجديدة اليوم. اهلا بك ديرا وبكل الساده المشاهدين، نرحب بكم مجددا من مدينه العالمين الجديده. نتابع معكم كل هذه الاجواء المبهجه الموجوده في المدينه وما استمعتم اليه من اراء الفنانين عن مدينه العالمين الجديده. هي حاله من البهجه والانبهار والفخر الحقيقه، الكل كان يعيشها بالامس في ليله فنيه جميله في مهرجان القاهره للدراما الذي انطلق في نسخته الثانيه في مدينه العالمين الجديده. كانت هناك حاله من الإعجاب الشديد من تطور كبير وهائل في مدة قصيرة في مدينة العالمين الجديدة، وكان يعني اختيار موفق أن يكون مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العالمين الجديدة. بالأمس انطلق الحفل وسط حالة كبيرة وحالة تنظيمية رائعة جدا قامت بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكان هناك أيضا يعني استقبال لعدد كبير من الفنانين وسط حالة التنظيم الموجودة، بالإضافة إلى انطلاق الحفل الرسمي على مسرح مهرجان القاهرة للدراما في المنطقة الترفيهية وسط الأبراج والشواطئ الجميلة في مدينة العالمين الجديدة. وتم بالطبع توزيع الجوائز المختلفة على المكرمين لاختيار أفضل الممثلين وأفضل يعني من شاركوا في الدراما المصرية لهذا العام، فكان هناك عدد كبير من الجوائز، بالإضافة إلى الحفل الفني الذي اختتم بالفنان تامر حسني وسط أجواء مبهجة وتفاعلية معه في نهاية هذا الحفل الذي استمر حتى وقت متأخر من الليل، فكلها كانت أجواء مبهجة الحقيقة. لكن بجانب مهرجان القاهرة للدراما كان هناك عدة حفلات فنية أخرى يستمتع بها كل الزائرين في مدينة العالمين الجديدة. نتحدث تحديدا عن منطقة العالمين أرينا، كانت هناك حفل شعبي يضم كل من الفنان محمود الليثي ومحمد عدوية ومسلم، وكانت هناك حالة من البهجة والفرحة لدى كل الجماهير ولدى كل محبي وعشاق الفن الشعبي في العالمين أرينا، بالإضافة إلى وجود أو بجانب مسرح الشارع كان هناك ستاند أب كوميدي لعلي قنديل وأيضا المطربة سمر طارق. فبالأمس كانت هناك حالة فنية رائعة كبيرة متنوعة ما بين الحفلات الفنية الحقيقة، فكان من يتواجد في العالمين أرينا مع الحفل الشعبي ومن يتواجد في المنطقة الترفيهية لمتابعة مهرجان القاهرة للدراما وأيضا حفل الفنان تامر حسني. وتستكمل هذه الفعاليات اليوم بعدد من الحفلات الفنية، حيث يستقبل مسرح الشارع اليوم فرقة طبلة الست وأيضا الرابر العالمي راس وأيضا يعني شرموفرز. فبالتالي هناك عدد كبير من الحفلات اليوم في مدينة العالمين الجديدة حتى يختتم بالطبع المهرجان. وغدا أيضا سيكون هناك حفلة كايروكي، حفلة مميزة ينتظرها عدد كبير من عشاق فرقة كايروكي. فنتحدث أيضا عن أجواء جميلة مبهجة وزيادة أعداد الزائرين والسائحين في مدينة العالمين الجديدة، والكل تابع أيضا خلف الشاشات والتغطية الحية على الهواء مباشرة التي قامت بها الشركة المتحدة. الكل تابع المهرجان بكل تفاصيله وبكل فكراته الفنية وتوزيع الجوائز على المكرمين في اختيار أفضل ممثل واختيار أيضا أفضل ممثل صاعد وأفضل مسلسل درامي على مستوى الأعمال الدرامية في عام 2023. وعندما التقينا بكل الفنانين عبروا عن أهمية وجود مهرجان للدراما وأيضا شعار النسخة الثانية 60 سنة دراما والاحتفال بإنتاج أول مسلسل إذاعي وهو هارب من الأيام عام 1962، بالإضافة إلى الأجواء المبهجة الجميلة التي كانت مسيطرة بحالة مبهجة جميلة في مدينة العالمين الجديدة. وبالتأكيد سنتابع معكم كل التفاصيل الجديدة الخاصة بفعاليات المهرجان اليوم. عودة إليكم مرة أخرى. بشكرك شكرا جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.